بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن محاضراتنا لمادة الاتصالات، موضوعنا اليوم راح يكون حول الوايد باند اف ام ديموديليشن. محاضرتنا اللي مضت تكلمنا شلون نولد موجة الاف ام، اليوم محاضرتنا راح تكون شلون نسترجع الموجة الاف او تي من اف ام سيجنال وصلتنا بالريسيفد سايد. أول مرحلة راح تكون هي الليمتر، والحقيقة الليمتر الغاية من عنده أنه نتأكد أنه الأمبليتيود مال الـ FM Received Signal يكون ثابت، لأنه مثل ما تعرفون إحنا بالـ FM الأمبليتيود ما يتغير ثابت، لكن الفريكونسي يتغير للموجة الـ FM حسب قيمة الـ FOT. لذلك أول مرحلة تكون عندنا هي ليمتر، والليمتر عادة مثل ما مكتوب هنا هو non-linear device، الغاية من عدة مثل ما قلنا نرفع الامبليتيود المتغير أو نشيل التغيير بالامبليتيود بشرط أنه ما نأثر أو نغير المودوليتد سيجنال. أبسط سيركت حتى نشيل الامبليتيود أو نخلي الامبليتيود عند قيمة ثابتة هو الكليبر سيركت، يعني راح يكون عندنا 2 دايود. نشوف هنا الكاركترستيك راح تكون الأي تتغير ضمن قيمة معينة، بعد ذلك تثبت على قيمة ثابتة، ويكون شكل الموجة عبارة عن سكوير ويف. قيمة الأوتبوت راح يكون إما أي أو ماينس أي حسب قيمة الأنبوت، إذا كان الأنبوت موجب فراح تكون قيمته أي، وإذا كان الأنبوت سالب راح تكون قيمته ماينس أي. إحنا عندنا الأنبوت راح يكون أف أم ويف، لذلك المعادلة مالته راح تكون أي سي تي كوساين أوميجا كارير تي. وهنا لو تلاحظون خلينا الـ AC بدلالة التايم، يعني ما معناه هنا الموجة اللي استلمناها احتمال يكون الامبليتيود مالتها متغير مو قيمة ثابتة، لذلك هدف الليمتر هو حتى يكون عندنا هذا الامبليتيود قيمته ثابتة. الاوتبوت راح يكون عبارة عن الليمتر، اوتبوت مال الليمتر راح يكون عبارة عن سكوير ويف، والبيك مالتها هو الامبليتيود A، فنقدر نكتبها سكوير ويف بشكل سيريز. قيمة السيريز هي 4 اي على باي مضروبة في كوساين ثيتا كارير تي ناقص ثلث كوساين 3 ثيتا كارير تي، وهكذا. هذه سيريز للموجة المربعة أخذناها سابقا. فنقدر نستخدم باند باس فلتر، نقدر ناخذ هذا الجزء الأول من السيريز اللي يمثل لي مشابه لموجة الـ FM، وبهذا السيريز الجزء الأول اللي راح ناخذه راح يكون عندنا الامبليتيود ثابت، وحققنا هدف انه ثبتنا اول مرحلة بالريسيفد سيجنال الامبليتيود مالتها ثابت. المرحلة الثانية هي شلون نحول موجة الاف ام اللي بيها الفريكونسي متغير حسب الاف او تي الى موجة اخرى تكون قيمة الاوتبوت مالتها يشبه الاف او تي مسج. FM demodulation must produce ينطيني لازم output voltage، يعني راح يكون عندي المفروض demodulation راح يحقق لي فد مبدأ أن تكون عندي output voltage تتغير موجة الامبليتيود مالتها يتغير حسب تغير الفريكونسي بالموجة FM. هذا المبدأ شلون أوجده أو شلون أقدر ألقى فد سيركت أو فد مبدأ عمل طبيعته أنه تتغير الاوتبوت الموجة النهائية حسب تغير الفريكونسي بالانبوت مسج، والانبوت مثل ما قلنا FM. إذن هنا راح يكون عندي the simplest discriminator is the differentiator. discriminator هو معناه المتتبع، أبسط discriminator متتبع لموجة الـ FM هو differentiator. يعني أنا حتى أوجد فد سيركت أو فد مبدأ عمل يقدر ينطيني output voltage قيمتها متغيرة مع الفريكونسي مال الانبوت، هو استخدم الديفرنشياتر سيركت، او عادة ما احنا نسمي المشتقة الاولى هي السلوب. لذلك احنا من يكون عندنا فد كاركترستيك بشكل سلوب مشتقة، فراح نقدر نحول موجة الانبوت التغير بالفريكونسي مالتها الى قيمة فولتج متغيرة حسب قيمة الفريكونسي. وهسه راح نشوف هل فعلا إذا اشتقينا موجة الـ FM نقدر نستخرج الـ FOT من عندها. مثل ما تعرفون أنه الـ FM signal هي راح تكون بشكل AC cosine omega carrier KF integration FOT DT. هذه هي موجة الـ FM. إذن
راح نفرض هنا سميناها اي سي على اعتبار انه هذه الاوتبوت جايني من ليميتر، يعني معناه قبل ليميتر، وراح اجينا سوينا عمليه اشتقاق. مشتقه هذه الموجه يحتاج اولا نشتق داخل الكوساين، فراح يكون عندنا اوميجا كارير زائد كي اف اف اوف تي، الاي سي يبقى موجود. مشتقه الكوساين هي ماينس ساين. اذا صار عندي المشتقه لهذه الموجه هي بهالشكل هذا، ونلاحظ انه لو ننتبه انه هذا الجزء اللي هو خارج الساين راح يكون هو عباره عن انفلوب لهذه الموجه، والموجه بصوره عامه راح تكون شبيهه مثل ما كاتبين هنا it may be noted that equation هذه اللي هي تمثل مشتقه موجه الاف ام هي راح تكون شبيهه بموجه الاي ام سيجنال، يعني راح تكون مشابهه لموجه، وكانما من اشتقيناها تحولت الى موجه اي ام. يعني شنو معناه؟ معناه انه تحولت من التغير اللي كان موجود بالفريكونسي اصبح الان تغيير بالامبليتيود، يعني صار عندي وكانما هنا هذا الجزء هو عباره عن انفلوب للموجه اللي موجوده. هوز انفلوب موجود عندنا هنا مثل ما قلنا راح يكون اي سي مضروب في اوميجا كاري بلس كي اف اف اوف تي، ومثل ما تلاحظون هذا نقدر نكتبه بهالطريقه، هذا طلعنا مشترك الاوميجا كاري. نلاحظ هنا موجود عندي الاف اوف تي، وطبعا هذا المقدار ما يروح للصفر لانه هذا كي اف بالاف اوف تي هو هوايه اصغر من الاوميجا كاري، فما راح يكون قيمته هذا توصل الى الصفر، فلذلك تبقى القيمه تتراوح حسب قيمه الاوميجا كاري زائد ناقص فد مقدار بسيط. فلذلك نلاحظ هنا انه من اشتقيناها قدرنا نوجد بها الاف اوف تي، وتحولت هسه مثل راح نشوف بالرسم تحولت الموجه من التغيير بالفريكونسي الى التغيير بالامبليتيود. نشوف هنا هذا هو المخطط الكامل للاف ام دي موديليشن. قلنا المرحله الاولى هي الليمتر، وحكينا انه الهدف من الليمتر نرفع اي تغيير صار على موجه الاف ام على الامبليتيود. اذا هنا الاوتبوت راح يكون عندي شنو؟ موجه اف ام الامبليتيود مالتها ثابت غير متغير، وده تشوفون موجه الاف ام هنا شنو المتغير بها؟ متغير بها الفريكونسي يزيد او ينقص حسب الاف اوف تي. المرحله الثانيه راح تكون هي المشتقه لهذه الموجه، وشفنا من خلال المعادله انه احنا من نشتق موجه الاف ام راح نلقى انه الاوتبوت مالتنا راح يكون بشكل بدل ما يصير عندنا التغيير بالفريكونسي، هذا التغيير بالفريكونسي راح يتحول الى تغيير بالامبليتيود، لذلك الاوتبوت راح يكون عندنا مشابه لموجه اي ام. فنشوف الاوتبوت مالتها يكون الامبليتيود متغير لانه الدفرنشيشن طالي هذه الميزه، حول التغيير اللي صاير بالفريكونسي الى تغيير بالامبليتيود. بعد ذلك بما انه صار عندي الامبليتيود تغير نقدر نستخدم انفلوب ديتكتور نفس اللي استخدمناه بالنورمال اي ام، راح نقدر نستخدمه بحيث نقدر نتبع هذا التغيير بالامبليتيود ونستخرج موجه اللي هي تمثل لي الاف اوف تي. البلوك الاخير نسميه دي سي بلوك، يعني ما معناه اذا صار عندي اي دي سي ليفل موجود ضمن الاف اوف تي راح يشيل لي، عاده ما يكون هذا كباسيتر. هذا البرنسبل لعمل الدي موديليشن، عادة ما سميناه ديسكريمينيتر يعني متتبع، وكأنما تصير بعملية تحويل من الـ FM إلى الـ AM حتى بعد ذلك نقدر نستخدم الـ Envelope Detector. إذا هنا راح يكون عندنا إنه عملية تحويل الـ FM إلى AM تتم من خلال عملية الديفرنشيشن، وعادة ما هذا الديفرنشيشن يكون استغلال لعملية وجود لينير سلوب موجود، بحيث راح نقدر نحول عليه قيمة الانبوت التغيير بالفريكونسي الى تغيير بالامبليتيود. انواع الديسكريمينيترز عندنا راح ناخذ نوعين، هو سمبل سلوب ديتكتور، وعادة ما يكون الكاركترستيك مالته شبيه بالباند باس فلتر. هذه هي الدائرة مال السمبل سلوب ديتكشن. راح يكون عندنا هنا عملية تيونينج، نغير بالفريكونسي مال السيركت الى ان نخلي التردد مال الاف اوف تي او الفاريشن يكون موجود ضمن الكاركترستيك مال السيركت. كاركترستيك مال السيركت راح يكون بهالشكل هذا، كانما باند باس
كاركترستيك، هاي المنطقة اللي تكون بيها الكاركترستيك لينير تمثل لي سلوب، تقريبا سلوب. لذلك راح نسوي عملية تيون بحيث نخلي هذا الفاريشن اللي موجود بالإشارة راح يكون موجود ضمن هذا اللينير كاركترستيك، بحيث من تصير هنا ضمن هذا اللينير أي تغيير يصير بالفريكوانسي زيادة أو نقصان نتيجة الـ F of T راح يتحول إلى تغيير بالامبليتيود واللي هو إحنا نريده، حتى بعد أن يتغير إلى عملية تغيير بالامبليتيود راح نستخدم الانفلوب ديتكتر ونوجد الـ F of T. لذلك مبدأ عمل الديسكريمينيتر مثل ما قلنا هي اشتقاق للـ F of T، والمشتقة مثل ما تعرفوا رياضيا هي سلوب، وعملية السلوب معناها عندي لينير، تغيير راح يكون لينير بين الانبوت والاوتبوت، وهذا التغيير اللي راح يحدث بالفريكونسي راح يكون مقابل الى تغيير طردي او يتناسب ويا تغيير طردي بالامبليتيود، هو هذا مبدا عمل الديسكريمينيتر. هذه اول نوع من عندها. ميزة هذا النوع انه هو مثل ما كاتبين هنا بسيط واقتصادي، لكن المشكلة اللي بي have a very limited linear range، الرينج اللي موجود باللينير هاي الفترة اللي تكون اللينير مالته تكون limited مو كلش واسعة حتى تتحمل رينج عالي من التغييرات بالانبوت مسج، وكذلك بيها large DC component يعني راح تطلع بيها قيمة DC component عالية. فالنوع الآخر هو البالانس ديسكريمينيتر. بالانس ديسكريمينيتر عبارة عن دائرتين من الدائرة السابقة السمبل سلوب ديتكشن او سمبل ديسكريمينيتر، فهذه الدائرتين راح توفر لي لينير رينج عالي من خلال هذا، راح اقدر اتعامل مع وايد رينج اوف اف ام فاريشن واقدر استرجع الموجة اللي موجودة. ميزة هذا البالانس ديسكريمينيتر الادفانتج مالته راح ينطيني اوتو بلوك اوف دي سي و good low frequency response extended linear region. disadvantage مالته الـ complexity. النوع الآخر اللي نقدر نوجد بـ الـ FM demodulation هو الـ phase look loop demodulation أو الـ PLL feedback system. هذا راح يعتمد على جزئين بالسيركت. الجزء الأول هو الـ phase comparator، هذا الجزء يسموه الـ phase comparator، والجزء الآخر هو الـ VCO، وخذناه سابقا الـ VCO اللي هو Voltage Control Oscillator، دائرة راح تعتمد على التغيير بالفولتج حتى يتغير عندي الفريكونسي اللي يجي بالسيركت. إذا تشوفون هنا هاي الدائرة بها فيدباك، يعني أكو من الأوتبوت راح يرجع فيدباك للأنبوت، لذلك راح تكون بها الـ Input to the System is an FM، الـ Input لهذا السيستم، وهذه الـ Phi of T هي تمثل KF F of T Integration F of T. طبعا the VCO is tuned أو البداية tuned to operate at a frequency of omega carrier أو البداية in the absence of control voltage، يعني بغياب أي control voltage اللي هو Y of D أو البداية ما عندي أي تغيير يحدث من الأوتبوت على الأنبوت. When a control voltage is present the instantaneous frequency deviation is proportional to the control voltage، من راح تبدي يصير عندي أوتبوت قيمة الفريكونسي اللي راح يجي هنا للانبوت راح يعتمد على قيمة الفولتج، وهذا عمل الـ VCO. فلذلك راح تبدأ عندي تطلع موجة تتغير كل مرة مع قيمة الفريكونسي، وراح نحصل على الاوتبوت مسج. هذه هي الطريقة الثانية من استرجاع موجة الـ FOT من الـ FM signal. لهنا يكون موضوعنا انتهى حول عملية الديموديليشن للأفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.